تدعم قطاع التربية بولاية سعيدة من استفادة 9 مدارس ابتدائية على مستوى الولاية من اللوحات الرقمية، وهذا الإجراء الذي من شأنه أن يخفف من عناء ثقل المحفظة المدرسية على أبنائنا التلاميذ. اللوحة الإلكترونية التي ساعدتنا في الدراسة خففت عنا كثيرا من الكتب. شكرا على هذه اللوحة الإلكترونية التي ساعدتنا في الدراسة.